الحمد لله مكرمنا بهذا الكتاب المنزل، تتصل معاني الشكر للرحمن بما أنزل على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم وأوصله إلينا وبينه لنا بتعظيمنا لهذا الكتاب المنزل وحسن تدبرنا له وكثرة تلاوته على النحو الذي يرضيه أنا الليل وأطراف النهار. في ذلكم صحة الرجاء في التجارة التي لن تبور، من الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التجارة التي دل الله عليها وتنجي من عذاب أليم ونتيجتها يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل الفوز العظيم. فهذا الشكر والمتاجرة الكريمة مع الرحمن جل جلاله بتلاوة الكتاب مقترنا به إقام الصلاة أداءها على الوجه الأحب إلى الحق تبارك وتعالى. فحق المتصل القلب بالقرآن والمعظم القرآن أن يكون محسنا لإقام الصلاة فرائضها ونوافلها، يؤديها على وجهها من الحضور والخشوع فيها للرب وأداء سننها وأدابها وبعد شرائطها وفروضها ومتحذرا من مكروهاتها وما يبطلها. ويتصل بهذا أن القرآن من تعلق به يؤثر في إقامة الصلاة ويؤثر في تنوير قلبه حتى يحب الإنفاق في سبيل الله والعطاء في سبيل الله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هؤلاء يرجون رجاء صحيحا مقبولا عند الرب تعالى تجارة ليست ببائرة ولا بكاسدة ولا بخائبة ولا بخاسرة أبدا، يرجون تجارة لن تبور. ونتائج ذلك أيضا ما قال: يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وإذا قال يزيدهم من فضله فلا مجال لحصر ذلك ولا لتحديده ولا لعده، ويزيدهم من فضل زيادة لا غاية لها ولا نهاية. سبحان الغفور الشكور. فالله يربطنا وإياكم بهذا الكتاب العزيز ويجعلنا ممن يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سبحانه سرا وعلانية يجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور جل جلاله وتعالى في علاه. فنطلب التحقق بحقيقة من حقائق الشكر من خلال صلاتنا بهذا الكتاب، صلاتنا بالكتاب العزيز وأثار هذه الصلة التي أظهرها ما ذكر لنا ربنا في هذه الآية من قوله: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. حققنا الله إياكم بحقائق ذلك وسلك بنا أشرف المسالك واجعلنا عنده من أهل القرآن إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فبالدخول في دائرة الشكر الله نجتمع لختم القرآن وتتوزعون لقراءة هذه السور العظيمة الجليلة متدبرين معظمين شاكرين المنعم الذي أنعم عليكم بتنزيل هذا الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتيسيره لنا بلسانه وإذنه لنا بالقراءة بل وحث لنا على ذلك. واللهم اجعلنا من أهل التلاوة حقيقة، اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته بمحض فضلك. ونجتمع بعد ذلك للدعاء إن شاء الله. تقبلنا الله أجمعين. توزعوا